السلام عليكم مرحبا طلاب محاضرتنا اليوم ان شاء الله تكون على وحدات ار تي السؤال راح سؤال رياضي اللي هي ريموت تيرمينال يونت عليكم اول ما يجيني السؤال ابدي اقرا السؤال واحاول ان اطلع المعطيات اللي انا اريدها اول ما نجي ندور على اول ارقام راح تصادفني عفوا ذا كرنت از current sensor unit the sensor unit has analog output of ننتج هد... فولتية على أمبير معنى هذه الدقة أو مقدار التحويل يحولك من فولت إلى أمبير أشتغل تمسك الورقة من داخل ال RTU unit عندك يعطيك أكثر من شيء تمام أول شيء مطقة the sensor يعني هذه المعلومة تخص منه تخص السنسر عشرة ملي فولت على أمبير بعدين قال لك ماكسيمم اوتبوت اوف 5 فولت ايضا معلومه ثانيه للسنسر معطيني اقصى فولت يقدر يعني يوصله 5 فولت اون از ار تي يو 16 بت معلومه تخص الار تي يو اسجل من الار تي يو معطيني 16 بت بعد 8 شانل 8 قنوات

ادخال الـ ديجيتال Digital مربوط كابل مربوط مع Amplifier مربوط مع Amplifier وبين جين معين يعني تضخيم اشارة لأي قيمة يحتاجها اليوزر عندي ثلاث أو أربع مطالب بالسؤال راح نحلها إن شاء الله كلها أول شي دروب لوك Diagram أوف RTU أنالوج انبوت موديل راح تقلي مثلا هذا الرسم خلينا نتجاوزه بالفيديو حق لك لا هذا الرسم هو أصلا أساس الحل الرياضي تمام راح يوضح لك اشون انت تقدر تحل السؤال بالرياضي ثاني شي نوضح انه اشني اشياء اللي ممكن تتغير بالرسم كم ادخال عندنا ثمان شنالات هاي تاخذها من هوني ما بالار تي اذا كلك ثمان شنالات فتكتب شنال 1 بين بهذا الشكل تكتب عليها سامبل اند هولد نقاط 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 تكتب شنال 8 يعني بالامتحان ما ترسم الا ثمان قنوات هذه وحدي تأشيرة أخرى من تجيني الإشارة تجيني من السنسر تدخل على هذا السامبل اند هولد تدخل على بلكسر اذا دخلت كل الإشارة من الأولى الى الثامنة كلهم سوا اكيد احس بيناتهم متداخل فالملتبلكسر كان يعمل يتذكرون إشارة أولى مشيت طلعت ياخذ إشارة ثانية بعدين منها الثالثة بعدين من الرابعة بعدين من الخامسة مولتبلكسر اسمه يعني هو اللي يختار يختار وحدي بهدي بيناتهم تمام هذا نفس اللي هنستخدمه بالرياضيات بعد هاي اول وحده تتغير بالرسم على حسب التشانل اللي عندي تمام وملتيبلكسر هذا بلوك ثابت امبليفاير هذا نفس هنستخدمه نستخدمه بس بالحل الرياضي انا لو ديجيتال كونفرتر طبعا ايه هذا الجزء هو اللي هنحتاجه بالحل الرياضي انه من فروم سنسر تجي الاشاره يعني ما نفس حكيناها سنسر ار تي يو امبليفاير انا ديجيتال كونفرتر هذا الجزء ليش قلت لكم لازم تحقون على انه لان بالحل الرياضي احنا يعني راح نخليكم تطلعون على انه هني عم دي سهل فهمكم بس انترفيس وبس كاونتر بيانات 12 خط على أي اساس 12 خط على اساس انا لك ديجيتال كونفرتر 12 بت يعني هون اجوا 12 خط تمام تمام زين ايش عندنا بعد اعتقد هون عندنا تاشيره ناقصه تمام هسه صارت عندي كاملة بس تأشيرة وهاي اللي هي اسم ما اتفقنا ايش هي الاشياء اللي ممكن تتغير عدد القنوات حسب الار تي يو عدد هاي الخطوط حسب مال بت مال انالوج ديجيتال كونفرتر ايضا هون بما انه هو 8 شانل تكتب 8 شانل وجور 8 خطوط لو مثلا 12 شانل كان جرت 12 خط وكتبت 12 شانل من انالوج ديجيتال كونفرتر مع التايمينج خطين واحد ورجعه وبوست ليبل مع البس انترفيس والكلوك هذا الرسم حفظ نوهنا على هذه ممكن تتغير هاي هي نفسها على يتحكم ال بهذه وهذه وهاي وها الرقم ها بس عدد الشانل يتحكم لك ثلاثة اشياء خلال الرسم وهوني عندك البتات مال انكت الزيكون 12 يعني 12 خط قلنا بالرياضيات راح نوضح لكم اي هذه انه الجزء الرياضي يمشي على اي هاي اللي هوني هسه ان شاء الله ننتقل للمطلب الثاني والثالث والرابع المطلب الثاني إذا جاء فهذه درجة تحطوها عندكم اللي هو شكون من تسمع real ريل تايم ابلكيشن كذا دوالك على رقم الرقم إيش قد أعطاني هو المرة؟ رقم ثمانية إيش يغيد يقول لك درو دايجرام شاو هاو سيركولار بفر عبارة عن بفر دائري قيمة الهاي مال ثمانية فبكل بساطة إيش راح تعمل ترسم دائرة بهذا الشكل ودائرة دائرة خارجية دائرة داخلية تبدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية هاي انتهت تبدي من هوني تقول اد نيو داتا انا هتضيف داتا جديدة ممكن اترقمه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية من خلصت تعمل ريليس اول داتا يعني تشيل الداتا القديمة ايضا تعد هسه هاي خلصت ثمانية add new data release old data جديدة ضيف data جديدة تشيل الداتا مالتك ايضا تعمل لك ثمانية خلينا نعمل باللون الاحمر يكون عندك ثمانية وثمانية ثانية يعني عبارة عن ثلاث مجموعات هذه ثلاث مجموعات بس كل مجموعة كم مربع بيها بالاعتماد على الرقم اللي اعطيكوها بالسؤال هون ايش قد ذكر لنا ذكر لي ثمانية ذكر, ذكر لك عشرة راح تعمل ثلاث مجموعات كل مربع يعني كل مجموعة بها عشر مربعات تمام زين وين كنت أشير بعد أنت عملت مجموعة أولى وكتبت عليها من واحد لثمانية كتبت عليها add new data وأشيل الداتا القديمة ما عملت هذه مجموعة وهذه مجموعة نقطة التقاء هذول المجموعتين تعملها بشكل أسود هكذا وتقول فيتش داتا ها كل التأشيرات اللي عندك كم تأشيرة وحدي ثنتين آد add new data release old data fetch data fetch عفوا fetch data كم مجموعة تعمل مجموعة مجموعتين ثلاثة أول مجموعة تصنفها من الواحد إلى الثمانية وهي تكتب عليها add new data و old data نقطة التقاء المجموعتين البقية مجرد احتمال لها هذه مثل رأس أسود بهذا الشكل وتكتب عليها fetch data هذه خمس درجات أيضا ضمنتها نبقى نبقى على السؤال الرياضي أشق يقول جيت أنت الـ هذا الجهاز مالتك تي RTU جيت قاسة ميجرد فاليو عشرة ملي أمبير قاس تيار عفوا عشرة ملي أمبير سألني سؤال هذه العشرة ملي أمبير هل راح يتحسس الجهاز مالتي أو لا تمام يقول يعني أنت undetermined with other يقول اربط امبليفاير ومع وجد هل هذه الاشاره ل 10 ملي امبير هل يتحسس الجهاز مالك سواء كان قبل او بعد اضافه الامبليفاير للاختصار اش اقول اقول اش اعرف هذه الاشاره يتحسس هذا لو لا اقارنها مع فتشي اسمه لو على الرسم مالتي زين بس نخش هنا الأردن عشرة ملي أمبير هذه إشارة من جت جت من السنسر زي ما قلنا نرسم على الرسم نفسه عشرة ملي أمبير دخلت وسط هذا المكان مرة دخلها أمبليفاير وتقارنها مع الأنالوج ديجيتال دي كونفرتر ومرة بدون ما تدخلها على الأمبليفاير تقارنها مع الأنالوج ديجيتال كونفرتر وتشوف هل يقبل يقراها أو لا زين أشقد الرقم من الأنالوج ديجيتال كونفرتر هسه نطلعه تكتب resolution طبعا الحل الكامل موجود داخل الملزمة على اوراق تمام تلقاها بصندوق الوصف او اذا كنت مستنطن الاوراق راح تلقاها بالتليفرام resolution of analog to digital converter عشان نحسبها تقول الرينج مال analog to digital converter على 2 اس ان زين الرينج مالتي اشقد كتبناها ب... لما قلنا كم ترتبولنا المعلومات بأول شيء الرينج مالتنا من عشرة للصفر والعدد البتات بالتات اثناش عشرة ناقص صفر على اثنين أس اثناش تطلع عندنا ثمانية بوينت خمسة وأربعين ملي فولت على ستيت هاك تقاس وحدة هذه الوحدة مال ريزوليوشن مال الانكتو ديجيتال كونفرتر تمام ايش انت تطلع عشرة على اثنين اس اتناش اثنين بوينت اربعة اربعة ممكن تكتب اثنين بوينت اربعة اربعين او اثنين بوينت خمسة اربعين بس انتبه في عشرة اس ناقص ثلاثة ولهذا كتبته ملي هسه بس رجع على الرسم قلت اللي هو من الرسم وحتجدون الحل دخلت عشرة ملي امبير وإيهوني بالانالوج ديجيتال كونفرتر ايش عندك اثنين خمسة واربعين ملي فولت تمام اشنو يعني اذا جت هذه العشرة ملي راح تمشي 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 تصل هوني اذا هي اشن هذا الانالوج كونفرتر ما يعبر الفولتيه اللي اقل من 2.45 ملي فولت هذا الانالوج كونفرتر ما يعبر الفولتيه اللي هي اقل من 2.45 ملي فولت ايش يعبو يعبو فقط الفولتية اللي اعلى من هذا الرينج اللي اعلى من 2.45 زين هسه اقول لك دخلته 10 ملي امبير قلت لك مرة حدخلها بامبليفاير مرة بدون امبليفاير قارن لي هاي العشرة 10 ملي امبير مع وأربعين تابو لو لا راح لي الادخال مالتك عشرة ملي امبير واللي عم تقارن معانا هو وأربعين ملي فولت تقدر تقارن فولت مع امبير لا فايش لازم نعمل القيمه اللي انا قستوها سواء كانت بالامبير او ضغط اذا كانت بار لازم انت تحولها ايضا الى فولت فتقول الكرنت القيمه المقاسه يعني هسه شلون الله شلون الحلوني نقول كانت ميجرمنت اشقد يعني القيمه المقاسه 10 ملي امبير تكتبها مرتبة كانت ميجرمنت القيمه المقاسه مال التيار لكن بيا وحده إن voltage يعني بدلالة الفولتية أستعمل تأخذ هذه القيمة المقاسة عشرة ملي أمبير لو رجعت على المعطيات تلاحظ بأنه السنسر مالتك بينه تحويل معامل تحويل هي مكتوب ملي فولت إلى أمبير أشقد قيمته عشرة عشرة ملي فولت عن أمبير إذا نسيت بالوحدات تقدر تتذكر قول الأمبير تروح مع الأمبير تبقى عندي 100 ملي في ملي مايكرو فولت او اقدر اكتبه 0.1 بوينت فولت اي تعبير منهم صحيح المايكرو في عشرة اس ناقص ثلاثة الملي في عشرة اس مايكرو في عشرة اس ناقص ستة الملي في عشرة اس ناقص ثلاثة اش عملنا هذه القيمة المقاسة مال التيار كانت بوحدة الامبير حولتوها الى وحدة الفولت كيف ضربتوها في معامل السنسر ما هو السنسر اللي بدل ما يقرأ لي عشرة ملي أمبير قرأ لي 0.1 فولت هي نفس قوي عفوا 0.1 ملي فولت هذا السنسر هو المعامل مالته هكذا فهاي قيمة التيار وهاي قيمة التيار المقاسة بوحدة الفولت هسه بكل بساطة لأن الكتلة ديجيتال كونفيتر ايش قد طلعته؟ 2.45 ملي والتيار مالتك اللي عتقيس ايش قد قيمته؟ بدون امبليفاير 0.1 يتحسسها لو لا؟ تقول 2.45 ملي اكبر من 0.1 ملي هذا هو الان ار كونفرتر اللي, اللي حسبته اللي هو الرينج على 2 اس ان هي الحساسيه من النظام يعني اقل قيمه يقدر يقيسه عفوا اقل قيمه يقدر يقيسه اذا ال 0.1 يقدر يتحسسه اكيد لا لازم اقل شيء 2.45 راح تقول له اذا قبل اضافه الامبليفاير الانالوج تو ديجيتال كونفرتر غير قادر ان يتحسسه او يقيسه زين اضيف لي امبليفاير اشنو قانون الاضافه من الامبليفاير او مال الجين راح تقول الجين مع الامبليفاير يساوي لي هون هون عفوا جانا عفوا على شوي هون جتنا التلاعب اللي صار بسؤال الفاينل القانون مال gain مال amplifier اش يقول analog to digital converter max يعني اعلى قيمة مال analog to digital converter على sensor ماكس اعلى قيمة مال analog to digital converter على اعلى قيمة يقدر يتحسس السنسر زين اعلى قيمة يقدر يتحسس analog to digital converter هاي تخلي بالكم انه هاي تلابتن أشقد أعلى قيمة يقدر يتحسسها أن تجد الكونفرتر عشرة أو يعني احنا كتبنا أصلا بالمعطيات ليش قلت لكم تكتبون المعطيات أعلى قيمة يقدر يتحسس عشرة فولت زين السنسر أشقد يقدر يقيس راح نلاحظ أنه شوية راح حل فرع دي بأنه هذه القيمة هي أكبر قيمة يقدر يتلاعب بها السنسر أشقد أعلى شيء يقدر يقيسه هاي ما معطيك بالسؤال ماكس اوتبوت 5 فولت راح نناقش سؤال الفكره اللي جتنا بسؤال الفاينل مع هذه النقطه فرع دي لانه هو يتلعب بيها تمام هون حاليا ما حددني اي شيء قال لي مثلا السنسر ما ي... تمام الماكس ماله هكذا بس انا ما أقدر هذه الماكس اريد بشيء اقل فهو قال لك هون الماكس اوتبوت 5 فولت ما حددك بشيء لا هذا هو امورنا تمام عشرة على خمسة تساوي الاثنين زين هسه رجعني على الرسم مال الدائرة مالتي الرسم مال الصفحة الأولى هي هذه دخلت عشرة ملي أمبير تمام حولناها إلى فولت هي إيش قصاوت؟ بوينت واحد ملي فولت ما تمام؟ تمام تمام حولتوها إلى بوينت واحد ملي فولت قبل شويه ما عباتوها بالامبليفاير قبل قارنتوها مع هذا لك مره مع الامبليفاير مره بدون 0.1 قارنتها مع هاي قلت ما يتحسس هالمره دخلها بالامبليفاير الامبليفاير مالتك اش قد 2 هي أشقت قد 0.1 ملي دخلها بالامبليفاير ضربت في 2 اش قد صارت 0.2 ملي فولت تعال قارن لي ال0.2 مع ال2.45 ملي أيضا هذه أكبر يعني 0.2 اثنين هي أقل من أقل قيمة يقدر يتحسسها إن يكتب ديجيتال إذا أيضا حتى بعد الأمبليفاير غير قادر أن يتحسس هذه الإشارة اللي هي عشرة ملي أمبير لا بعد لا مع الأمبليفاير ولا بدون الأمبليفاير يقدر يتحسس هذه الإشارة إن شاء الله لأن الفيديو شوية طال راح تكون على محاضرتي الجاية حل فرع دي نناقش سؤال الفاينل وناخذ كلاس او مثال ثاني بعد